السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعرف ازاي نمنع جوجل كولاب من انه يفصلنا عن الجهاز الموجود عندنا عند جوجل. فيلا بينا. فاول حاجه طبعا احنا عارفين ان جوجل كولاب بيفصل كل ربع ساعه او كل مثلا ساعه لو ما انت تسيبه مثلا من غير ما تتفاعل معاه، تمام؟ يعني لو انت سبته مثلا ربع ساعه او ساعه من غير ما تتفاعل معاه هيبدا يفصلك عن الجهاز اللي عند جوجل، تمام؟ طب ازاي نمنع الكلام ده كله؟ احنا ممكن نمنع الكلام ده عن طريق ان احنا نتفاعل مع الصفحه، تمام؟ يعني كود، تكتب كود، تتك على الزرار من هنا، تفتح اي حاجه من هنا، هكذا يعني. طب مثلا انت واحد مثلا عايز تدرب موديل، مثلا الموديل ده ممكن ياخد 12 ساعه، تمام؟ وانت عايز تخش تنام، طب هتعمل ازاي بقى؟ تفضل قاعد جنبه 12 ساعه، تمام؟ لا مش هينفع كده. فالفكره ان احنا ان شاء الله عايزين حاجه يعني ايه، تفضل تتك على جزء معين من الشاشه او جزء معين من الصفحه هنا اوتوماتيك تلقائي كل فتره زمنيه معينه، تمام؟ طب والجزء الحاجه ديت ممكن نعملها باستخدام ايه؟ ممكن نعملها باستخدام الجافا سكريبت. طبعا لو انت مش عارف الجافا سكريبت والكود اللي مكتوب ده كله عد الدنيا خالص، مفيش اي مشكله. كل اللي احنا هنعمله هناخد بس كوبي الجزء ده كده ونحطه في حته تانية، مش شرط خالص انت تكون فاهم الحاجات دي. هو في جزء بس مهم هنشرحه دلوقتي اللي هو الوقت، تمام؟ طبعا الجزء ده بيقول لك ايه اللي هو سيت انترفال، اللي هو بنحدد المده اللي احنا هنشتغل عليها، تمام؟ فسيت انترفال هنا لما احنا جينا حددناها حددنا 60000. 60000 معناها ايه؟ 60000 مللي ثانيه، معناها 60 ثانيه معناها دقيقه واحده، يعني كل دقيقه هيتك على الجزء ده كده. طيب فانت طبعا انت ممكن تقلل الجزء ده كده، ممكن تخليه مثلا 6000، يعني كل 6 ثواني وهكذا، يعني براحتك يعني، تمام؟ طب نحط الجزء ده فين؟ بص يا سيدي، انت طبعا هنا في التعليمات بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول حاجه بتتك على كنترول شيفت اي، كنترول شيفت اي اهو، تمام؟ فهو يفتح لك، المفروض يفتح لك حاجه شبه الاليمنتس هنا كده، تمام؟ فانت تتك على مين بعدها؟ قال لك كونسول تاب، اتك على كونسول تاب اللي هو جنبها ديت كده، تمام؟ بعد كده بيقول لك ضع الكود الموجود بالاسفل اهوت، كنترول سي، تمام؟ ونجي هنا كنترول في، تمام؟ تعالى بس نقلل المود هنا عشان يبقى ايه واضحه، بس عشان هو كده معناه كل دقيقه، فاحنا مش هنستنى كل دقيقه عشان ما نطولش مده الفيديو. فاحنا هنخليه 600، معناه كده كل نص ثانيه تقريبا، يعني كل نص ثانيه هيبدا يشتغل، تمام؟ بعد كده نتك مين؟ نتك انتر، تمام؟ فهو ستارت او بيقول لك ستارت اند، ستارت اند، ستارت اند كده معناه ايه؟ هو اللي بيقول لك ان هو فعلا بيفضل يتك على الجزء ده كده، تمام كده؟ طيب في عيب واحد بقى للسكريبت ده، العيب ايه؟ ان هو ما بيقفش، يعني حتى لو انت جيت بصيت انت ممكن تفتكر ان هو واقف كده، بس لا، بص على الجزء ده كده هتلاقيه دايما قاعد بينقص في الطول، تمام؟ الطول بتاعه قاعد بينقص، معناه ان هو كده فعلا قاعد بيتحرك بس الشاشه مش مكفيه اهو، بص على كده هتلاقيه قاعد بينقص في الطول، تمام؟ فدي الفكره كلها. طب ازاي اوقفه بقى؟ لو انت عايز توقفه هتتاكد كنترول ار يعني عشان تعمل ريلود تاني للصفحه او ريفرش تاني للصفحه، تمام؟ فهو السكريبت هيفضل شغال تلقائي مش هيقف خالص، تمام؟ فلو انت عايز توقفه عند مرحله معينه مش هتعرف، تمام؟ طب ايه اللي ممكن نعمله تاني؟ تمام، النوع التاني بقى، النوع التاني اللي هو ممكن ايقاف. فاحنا تعالى نعمل ريفرش تاني للصفحه عشان نوقفه، نعمل ريلود. تمام، فكل اللي احنا نعمله ايه اهو، انت هتيجي تحدد على الجزء ده كده اهو، تعالى نحدده كده واسحبه زي ما هو، مش شرط تعمل حتى اسحبه ووقف هنا، هتلاقي فيه بتاع ده عمود ابيض ظهر كده، تمام؟ فهو يعرفك ان هو محدده فعلا، فتك هنا انتر، تمام كده. هو طبعا ايه ده؟ عباره عن فانكشن كده، حاجه شبه الفانكشن في او الميثود في بايثون، تمام؟ فانت تشغلها ازاي بقى؟ هتشغلها باستخدام السطرين اللي جايين دول، تمام؟ فانت هتعمل التكه هنا، تاخد السطر ده كده تاخده هنا اهو، اول ما تتك انتر على الجزء ده كده هيبدا يشتغل، تمام؟ طبعا الفتره الزمنيه اللي احنا حددناها هي عباره عن كام؟ احنا محددين الانترفال هنا 60000 ثانيه، تمام؟ فعشان كده هياخد دقيقه، كل دقيقه هيقول لك ان هو اتك على الزرار، تمام؟ طيب لو احنا مثلا حابين ان احنا نوقفه عند فتره معينه او عند جزء معين، عايز اوقفه دلوقتي مثلا، فتيجي تاخد الجزء ده كده وتحطه هنا، تمام؟ تك انت، فهو يقول لك ايه؟ ان هو وقف فعلا وخلاص كده خلص، تمام؟ كده وقف ما عادش هيتفعل تاني. فانت ممكن تجرب الطريقتين دولت، فشوفي انهي واحده احب لك يعني وجربها واشتغل بيها، تمام؟ طيب في حاجه كمان، لما انا جيت قرات على الموضوع اكتر قال لك لو انت مثلا جيت خليت جوجل كولاب هو النافذه الوحيده اللي ظاهره عندك على الكمبيوتر، تمام؟ هو البرنامج الوحيد اللي هو جوجل كروم والنافذه بتاع جوجل كولاب هو الوحيد اللي ظاهرين عندك على الكمبيوتر، وسبتهم مثلا لمده 12 ساعه ولا اي حاجه او مده طويله جدا، مش هيفصلك عندك على الجهاز، مش هيفصل على الجهاز خالص، تمام؟ فانا صراحه ما جربتش الحته ديت، بس مش عارف صراحه ممكن تشتغل او ما تشتغلش. فاحنا خلينا في الضمان او في الامان،
خلينا ناخد مثلا، خلينا يعني ايه اعمل حاجتين الاثنين، يعني خد الجزء ده كده وشغل الجافا سكريبت تمام. طبعا انت عملت كونكت وعملت رن للسيلز بتاعتك، يعني انت كتبت الكود بتاعك وعملت كل حاجه تمام، وبعد كده اتك هنا ران تايم، وبعد كده ران اول هيبدا يشغل الكود بتاعك كله تمام. الكود شغال اهوت، فانت خد بقى الجافا سكريبت بتاعتك ديت واعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها، كنترول شيفت اي وكونسول والكلام ده كله تمام، وسيبه خش نام تمام. فانت كده عملت حاجتين اتنين، اول حاجه سبت جوجل كروم هو البرنامج الوحيد اللي شغال، والنافذه بتاعت جوجل كولاب هي الوحيده المفتوحه تمام. تاني حاجه ان انت برضك شغلت جافا سكريبت، وبالتالي هتفضل شغاله وتفضل اوتوماتيك تتك على الزرار ده، وبالتالي كده ضمننا يعني ايه، ضمن حاجتين اتنين، بدل ما تعتمد على حاجه واحده لا احنا بنعتمد على حاجتين اتنين تمام. هيبقى بس مشكله واحده، مشكله مثلا ايه، لو هو مثلا بعد 12 ساعه ممكن يفصلك عن الجهاز، حتى لو انت بتتك على الجزء ده كده ممكن يفصلك عن الجهاز، او حتى ممكن ان هو يفصلك وانت تتك على الجزء ده تعمل ريكونكت، بس الكود ذات نفسه مش هيشتغل. انت دلوقتي لما بتعمل ريكونكت مثلا، اول ما تفتح مثلا نوت بوك جديد تمام، او نوت بوك مكتوب فيها كود مثلا تمام، وبعد كده عملت كونكت من هنا تمام، الكود مش هيشتغل. لازم انت اللي تيجي على الكود هنا وتعمل شيفت انتر وتشتغل، وتفضل تشغل الكود بنفسك، او تعمل تتك على الجزء ده كده تمام، وبعد كده تتك رون اول عشان الكود، كل الكود اللي موجود عندك في النوت بوك يشتغل تمام. فالفكره ان انت لو فصلت او جه مثلا فصلك وانت جيت عملت اتصال تاني، والكود كده هيقف مش هيشتغل تمام. فنحل المشكله دي ازاي؟ المشكله دي طبعا محتاجه سيلينيوم ومكتبات تانية والكلام ده كله تمام، فدي طبعا مشكله. فانا صراحه ما جربتش الموضوع ده، فمش عايز اوضح فيه اكتر، او مش عايز اتكلم فيه عشان ما جربتوش تمام. فهو الفكره ان شاء الله أنا لو انا جيت جربت الموضوع ده مثلا، او اي حاجه، او جيت جربت مثلا سيلينيوم في الموضوع ده، بحيث ان انا ادرب موديل اكتر من 12 ساعه والكلام ده كله، ان شاء الله هعمل عنه فيديو واعرفكم ايه النتيجه والكلام ده كله تمام. بس انا بتهيألي ان شاء الله ان هو 12 ساعه دلوقتي، او السكريبت بتاع الجافا سكريبت دلوقتي يعني كفيل جدا ان هو يخليك تدرب الموديل مثلا 12 ساعه ولا حاجه، ولما تصحى ان شاء الله مثلا تكمل بعد كده عليه ولا حاجه. بس كده، فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه. وريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.